اشتهر بأدائه في مسلسل طاش ما طاش، وأدى فيه أكثر من 540 شخصية. ناصر القصبي يعتبر واحدا من رواد ومؤسسي المسرح والدراما السعودية، حيث ترك بصمته البارزة في عالم الفن بفضل موهبته الكوميدية الفريدة والتي لا يجيدها سواه. بدأت مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسرحيات محلية، وسرعان ما تألق وأثبت نفسه كواحد من أبرز نجوم المملكة. ولد في الرياض عام 1961، وبدأ يظهر موهبته في التمثيل خلال دراسته في جامعة الرياض، حيث انضم إلى فرقة المسرح بالكلية. بدأ مشواره الفني بمشاركته في مسرحية التائه عام 1984، وهي النقطة التي وضعته على خارطة الفن السعودي. شهدت مسيرة القصبي الفنية مشاركته في عدة مسرحيات ناجحة، منها مسرحية تحت الكراسي ومسرحية عويس التاسع عشر. وعلى الشاشة الصغيرة أبهر الجماهير بأدواره في مسلسلات عدة مثل مسلسل وادي جرف وعودة عصويد، لكن الانتشار الحقيقي جاء مع مشاركته في مسلسل طاش مطاش الذي استمر ل18 موسما، حيث أدى فيه أكثر من 540 شخصية مختلفة، وأثبتت هذه التجربة نجاحه الكبير. في التسعينات برز القصبي بأكثر من 30 عملا فنيا، حيث قدم شخصيات مميزة وحصد إعجاب الجماهير، من بينها مسلسلي حكايات قصيرة وصراع الأجيال اللذين تلاهما مسلسل أبو مشعب. وقدم خلال هذه الفترة أدوارا كوميدية ودرامية تؤكد قدراته الفنية. لم يقتصر نجاح القصبي على الشاشة، بل امتد إلى البرامج التلفزيونية، حيث شارك كعضو في لجنة تحكيم برنامج أرابس جوت تالنت لمواسم متتالية، وأضاف لمسة فكاهية للبرنامج. رغم نجاحه وشعبيته، واجه القصبي تحديات كبيرة، حيث تلقى تهديدات بالقتل بسبب بعض أدواره، لكنه استمر في التميز والابتكار. وعلى الصعيد الشخصي فإن ناصر القصبي متزوج من الكاتبة السعودية بدرية البشر، ولديهما 3 أبناء. هل تعتبر ناصر القصبي من الفنانين المفضلين لديك؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هو أداءه الذي يعجبك أكثر في أعماله؟